حبا الله يسعد اوقاتكم ان شاء الله وكل ايامكم. اليوم معنا نبتة السجاد او نبتة الكوليوس، نبتة صراحة بغنى عن التعريف، قديمة مين ما بيعرفها، بتتميز مثل ما شايفين بالنقوشات اللي على اوراقها مثل الزخرفة سبحان الله. نبتة السجاد نبتة قديمة مثل ما قلنا، معروفة لدى الكل، سهلة، بدها تحتاج المي، بمعنى بتحب المي، ولكن مثل بقية النباتات إنها ما تغرق بالمي، لهيك نحن بنحتاج تربة خفيفة لحتى تصرف المي بإناء فيه إنه يصرف المي، وإنه بحيث إنه حسينا إنه تعرفيها إنها عطشانة، مجرد إنه دبلو وراقة شوي فإنه لازم تعطيها مي، أو أنت ما تستني نظمي لأيامها أنت بدها تشرب عشان إنه تتعود على هيك مثل بقية النباتات. يفضل إنه نحدد لأيام، أنا هيك بعمل بنباتاتي. نبتة السجادة بتحب الإضاءة القوية، بتحب الشمس ولكن مش الشمس القوية، بمعنى شمس متوسطة، يعني شمس الصيف قوية عليها معروف، فشمس الشتاء أو شمس الصبح أو العصر، لأنه الإضاءة القوية وبمعنى أنه الشمس بتعطيها زيادة بالألوان، بتلاقوها وتنوعت بألوانها وما بتشوفوا نبتة بتشبه الثانية سبحان الله، كل نبتة لها لون وإلى رسمة غير الثانية تماما. النبتة هيدي بنسمدها مرتين أقل شيء، بالربيع وبالصيف، يعني مرة بالشهر هيدا أقل شيء، لأنه معروف أنه التسميد بيقوي النبتة وبيخليها تعطي بطريقة أكثر وأقوى. يعني أنا عادة شو بعمل لحتى تبقى هيك كثيفة، تعطيها كثافة، أنا بقص من فوق، شوفوا هلأ هيك كيف مزهرة، وزهرتها بالصيف هلأ بلشت أياما ولونها أزرق. أنا بحاول بعد ما أنها تطلع، بحب شكلها صراحة، بس هي بتأثر على نمو النبتة، بتاخد من قوتها، عشان هيك يفضل أنه نقصها. أنا بين وبين بقص من فوق عشان من هون تشوفوها كيف تعطي بتتفرع من تحت وبتعطي هيك كثافة، يعني بدل ما تكون رايحة بالطول، لا أنا بحبها تكون جاية هيك على الداير، يعني عشان هيك أنا بين وبين بقص من فوق. هيدول ما صار لي شي زرعتهم، وشوفوا هلا رح نحكي، لأنه رح نزرع هلا نبتة كيف بنشيل شتلة وبنحطها بالمي، وبتلاقيها عرق يعني، وبتطلع جذور من أحلى ما يمكن، وبنزرعها أول زراعتها بتدبل شوي، بس بعدين بدنا نستنى عليها لحتى تاخد وقت، يعني لتاخد قرنتها لحتى تتعود على مكانها الجديدة، بنصبر عليها شوي، هي تلقائيا يعني بتشوفيها شدت حالها، والدبلان اللي فيها بلش إنه توقف، يعني تسند نفسها. أنا هاي بصل لي شي زارعتها سبحان الخالق، شوفوا كيف غير، يعني تلاقي إلا ما تلاقي في فرق بالألوان. هلا هي ما المفروض اني نبخل لها وراقة مي، لا ابدا، بس انا بين وبين بين وبين انتبهوا برش لها مي شوي، وبعرضها لتهويه عشان ما تبقى المي وتعفن ورقتها. بحب انا هيك انه من غبره من شيء بتتنظف يعني، ولا هي بشكل عام ما بدها، ولكن بين وبين ما بضر مع التهويه مع الضاءه، مكان هيك عند الشباك بالصيف كثير منيح الا لها. هلا انا راح لكم زراعتها من اسهل ما يمكن، تقطفي عرق وبتحطيه بالمي وبتلاقيه كيف بيطلع شوش سبحان الله، يعني كثير 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 سهلتها. هاي غير لون، مشان هيك هيدي راح احطها بناء لحالها، هي حابه انه لونها مختلف هيك على بنفسجي فاتح واخضر، وهي لما تكبر بتعطي الوان جديده كمان، فانا راح ازرع هيدول. مجهزة إناء حاطة فيه اضطراب وسماد، يعني جاهز بس للزراعة.
وهيدول معنا يا هون مثل ما شايفين، شوفوا كيف هون اسم الله معباي، هي كلها بتكبر. ومثل ما قلنا بدك اياها تعطي كثافة حواليها، فقصي من فوق حتى ما تروح بالطول، بتلاقيها تفرعت من الجوانب وعطت هيك مثل شجرة يعني. خلينا نزرع هدول الاثنين مثل ما قلت لكم. انا مجهزة التراب ومثل ما قلنا هي بدها تربة خفيفة بحيث انه سهلة لتصريف المي. نضغط حوالين الجذور حتى إذا في هواء تتفرغ من الهواء. وهي الثانية نفس الطريقة. بكل بساطة التربة أنا أساسا كمان بعد ما خلطتها بالسماد حطيت لها مي، وبما أني العرق هيدا كنا حاطينه بالمي فهو شبعان مي، عشان هيك هلأ ما بنسقيها. مثل ما قلنا التربة فيها مي والنبتة طالعة من المي، بس حضيف عليها على وشها أنا بحب أزرعها بالمرة بشي يعني ما أرجع أنقل وكذا أنقلها، لا خلص هي تضل بهون بس علينا إنه نفس التراب ما في مشكلة ما نبدله، ولكن نضيف عليه سماد. فهي مكانها رح يكون لطول حياتها إذا الله راد. صار في عنا عيلة من نبتة السجاد. بدي بخها للتربة لأنه مثل ما قلنا هي التربة من تحت فيها مي بس من فوق شوي. وهي نبتتنا النبتة الرائعة جد سبحان الله ما في أحلى منها. مثل ما قلنا بس ننتبه على موضوع تصريف المي، هي بتحب المي ولكن ما بتحب انه تغرق. أي نبتة جذورة وهي واحدة منهم بتتعفن وبتبلش تلاقي وراقها يدبلوا ويهروا، ومعنى هيك انه نحنا خسرنا النبتة لأنها ماتت دام انه جذورة تعفنت. فهي بكل بساطة سهلة ما بدها شيء، نعرف كيف انه نصرف المي الزايدة، نعطيها اضاءة منيحة لتعطينا الوان احلى واحلى. فخلينا نحييها لهالنبتة من جديد
النبتة القديمة المعروفة اللي أنا بلاقيها ما بتبطل أبدا، لأنها بتضلها من أحلى النباتات وأروع النباتات. بشوفكن على خير، مع نباتات حلوة وبصحة دايمة، وبأمان الله.